هذا بزنس بارك تواري، اللي هي الشقق في منطقة تواري جنب المطار، تقريبا 6 و8 كيلو. هذا عبارة عن استديو، تقدر تشيل هذا السرير ويكون كنب أو سرير أريكة، هو لشخصين وأساسا وخر. شابك أنت في فندق حقي؟ بنزل هذا على اليوتيوب يا طرمبا، ونبت نشوف الفيو. طبعا الانترنت ما في الا في اللوبي او عن طريق الكابل، بالكابل معك لابتوب صغير تشغل الانترنت مجانا، المواقف مجانيه. طبيعي لانك ما راح تفتح هذا المدخنين في منطقه تواري، منطقه رايقه. هذا المواقف مجانيه، ميزتها طبعا اسعارها ممتازه، السعر، خدمه نظيفه. احنا كمجتمع عربي او خليجي طيب، هذا قطع علينا المتابعه. احنا كمجتمع خليجي نحب دائما نسكن في اماكن يكون فيها تحفظ، نظيفه، هذا اللي تعودنا عليه الحمد لله كشعب. فاعتقد حتناسب جميع شرائح المسافرين. طبعا في جنبه شقق ثانيه مختلفه، عنوانها موجود في موقع booking.com. وخلنا نشوف المطبخ، احنا بنسوي تقرير على السريع وبنرفع ان شاء الله على اليوتيوب، حتى البعض قبل ما يحجز يكون عنده خبر وعنده رؤيه عن السكن اللي هو حيكون فيه. انتم كرامه دوره المياه. ما راح اطلع نفس المقطع، اسوي ايش البراد؟ تسمعونا يا جماعه على اليوتيوب، اللي يشوف هذا المقطع يعلق على هذا الشخص اللي مرافق معي وتوبه. شابك انت في غرفتي؟ توبه والله ما اطلع معك يا شيخ. الفقره. السلام عليكم.